ايه اكتر حاجة الكل بيدور عليها، الكل نفسه فيها، الكل فعلا عايش علشان يوصل لها؟ هتلاقي الناس كلها تقول لك السعادة، نفسي اعيش سعيد هادي ومرتاح البال ورايق وما ورايش حاجة مقدرة عليا حياتي. للذين استجابوا لربهم الحسنى. ابن كثير كان بيقول ايه الحسنى دي؟ هل هي الجنة؟ قال لا، ده الحسنى دي هي الحياة الحسنة، وهي احسن انواع الحياة، وده دايما مقرون بالعبادة، ودايما مقرون بالقرب من الله سبحانه وتعالى. هو حاجة من اتنين، يعني انت حتى ما بتلاقيش، ما عادش عنده الصبر ان هو يوصل للطموح اللي بيطلبه او التصور المثالي اللي هو مستنيه، ما عادش عنده الصبر ده للاسف. هو حاطط لنفسه تصور، مجرد ان هو حاطه مفروض ان انا اوصل له، ما وصلتلوش يبقى في مشكله، فانا هنزل اللي تحت خالص بقى، يعني المعادله الصفريه، يا اكون او لا اكون. فناس كتير بتدور زي ما انت بتقول على السعاده في غير محلها. في ناس بتخلط ما بين اللذه والسعاده وشتان الفرق ما بين الاثنين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان من اجمل النماذج اللي انت تتعلم منها ازاي انك تخدم الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا ان الدين بتاعنا مش دين رهبان ابتدعوها ولا دين كهنوت. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.